مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذه الحصه الحدث الحصه الخاصه بتتويج الترجي الرياضي التونسي بالبطوله العربيه الثالثه في تاريخ الترجي، البطوله العربيه اللي عاد بها الترجي الرياضي التونسي من مصر، بالذات من الاسكندريه تحديدا، بعد ما فاز بنتيجه 3-2 ضد الفيصلي الاردني. اكيد باش نرجعوا نحكيوا في برشا تفاصيل وفي تفاصيل خاصة التتويج، خاصة في هذا الاستوديو. سعيد جدا باستقبال خليل شمام قائد الترجي المنضبط اللي جاء في الوقت بالذات، وتو بعد نرجع نحكي على اللي مازالوا ناقصين. خليل اهلا وسهلا، مبروك. عايشك، اهلا بيك وكل متفرجين حنا بعض. باهي، كي واحد يجي مخر في الانترينمون قداش الخطيه تاعو؟ لا كل مره كيفاه نتصور عندهم، معليش مش هكاك يعني، فما معليش حتى هم منضبطين. مازلنا في انتظار ماهر الصغير لاعب الترجي الرياضي التونسي المتدبل الجديد، تقريبا في زوز اشهر واول لقب ميم با عمل شهر ونص يظهر لي ماهر، ودونك اول تتويج بالنسبه لي هو كيف فرانكوم، معناها اللي تقريبا لعب مازال ما عملش 90 دقيقه وعنده اول لقب في تاريخه اللي هو البطوله العربيه. ايضا في انتظار غيلان الشعلاني، دونك نستناو غيلان الشعلاني وماهر الصغير اللي يكونوا حاضرين معنا. خليل يظهر لي ساعة البارح وصلت المطار، يظهر لي وقت اللي خارجين قلنا نحكي وقلت لي ملا جمهور. والله صحيح، كما قلت أول حاجة مبروك لجمهورنا ومبروك لتونس بالتتويج هذايا، حاجة كبيرة برشا، إحساس كبير كي تخرج وتشوف جماهير الترجي في المطار. تعرف كي تبدا بعيد جماعتين على البلاد ديكونكتي معناها من الببليك، و مش كيما تبدا ماتش في تونس ولا حاجه، ديجا تدخل في الماتش تعيش في الامبيونس تاع الماتش. البرا حاجه اخرى، اهم حاجه الحمد لله اللي ما خيبناهمش، والحمد لله اللي فرحنا الجمهور اللي نشكروه اللي كان حاضر البارح. اكيد بالنسبه لجماهير الترجي، الهيئه المديره للترجي ولاعبي الترجي، باش نبداو البدايه كي العاده مثل ما تعودنا، كليب خاص وتحيه خاصه من اعداد زميلتنا نعيم اساسي، ثم بعد نرجعوا نستقبلوا اللي مازلنا نستناو فيهم كما نقول ماهر الصغير وغيلان الشعلاني اللي في الطريق تقريبا، اكدوها والقائد هو باش يتصرف معاهم خليل شمام. لكن نمشيو للكليب هذايا، تحيه خاصه للترجي التونسي بعد تتويجه بالبطوله العربيه. خليل محليه المركز الاول لا صحيح، معناها شو الترجي وكتلع في الاسبيرونس، ما تنجم تيفيس كان المركز الاول، كان التتويجات والحق معناها مشينا
ونو العام كانوا فما ديزوبجيكتيف، هذا اوبجيكتيف من لي زوبجيكتيف نتاعنا. دخلنا مليح في الدوره كما قلت لك. جمعتين الحق والله ما حسيناهمش، معناها كان تما امبيونس باهيه، وهذاك سر النجاح توا اللي الجروب نتاعنا باهي، قاعدين نخدموا بالكدا، وان شاء الله التيتا هذا يحل لنا شهية المزيد من التتويجات. تبدا نجم نقول بدينا العام، تبدا العام بتيتر ان شاء الله، تيتر يجيب اخواته كيما نعرفوا نحن. لوبجيكتيف نتاعنا هي ليغ دي شامبيون، ان شاء الله نكونوا حاضرين كما يلزم ان شاء الله. ايفيكتيفمون خليك فحكينا، خاصة بالنسبة لبداية الموسم، معناها ترجي تقريبا ما ارتاحش، معناها انتهى الموسم اللي فات، ترجي بطل تونس، من بعد تقريبا اسبوع راح هذول اللي خذيته، خاطر كان فما مباريات رابطة الابطال، بعد اسبوع ترجي يرجع للتمارين، حسينا وبعد باش تمشي لمصر ويتلموا الملاعبيه الكل، وفي تقريبا 17 او 18 يوم، والملاعبيه الكل في كل صباح في وجوه بعضهم، معناها كل ثلاثة ايام فما مباراة، شنو هو السر لهنا خليل، خاصة في التعامل هذول اللي تقريبا مسؤوليه اللي بالنسبه لك انت ومعز معناتها الكبار معناتها اللي تاثروا المجموعه الكل، يظل لي فما خاصه مع الاولاد الصغار اللي نعرفوا معناها شنو معناها وكيف يتحصلوا جمعتين او ثلاثه، راهو فما برشا ستريس وبرشا قلق. والله الحق ما لقيناش مشكله في الشيء هذا، الاولاد الكل بالرسمي بروفيسيونيل بيتم معنى الكلمه، معناها ما تعبناش بعضنا، وسورتو لي من بعد كل ماتش ناخذوا العشيه كارتي ليبر هكا واحد وما يبدل شويه الجو. من بعد ثلاثه ماتشات نتاع لي بول ولانين عرفنا اللي في مازال قدامنا، كان دومي فينال وفينال، دونك كيما يقول واحد يكبس شويه، وهذاك هو اللي صار. من بعد دومي فينال جينا جمعتين لهنا، واحد كيما يقول وصلنا العين، لازمنا نشربوا، وذاك هو اللي صار. سوا ركزنا كيما يلزم ماتش الفينال، وبعد نحكي لك كرويا، مي اعز ماتش لعبناه كرويا هو ماتش الفينال، وخاطر من بعد ثلاثة ماتشوات واحد تسرح شويه، لقينا افكتيفمون حسينا من الاول ساقين رزان خليل، ولا خاطر بريباراسيون سي نورمال اللي بون بريباراسيون مش بريباراسيون، مي من بعد الجمعه راح تاثر باش البدن يعاود يلقى ليكيليبر نتاع الماتشوات نتاع الكومبيتيسيون. وعندي انا بتات اخي ماتش اللي ما لقيناش روحنا كيما يلزم هو الماتش الاولاني، تحسنا رزان شويه، ما فماش هكا الريتم في اللعب. من بعد بالماتشوات لقينا رواحنا، ونتصور دورة إجماليا كانت ناجحة لينا نحنا، توا حضرنا رواحنا كما يلزم بدنيا وتكنيكيا وكل شيء في الكرة، ومع ذلك نتصور روحنا بحاجة باهية اللي كانت ناجحة معنا دو كوتي فلوس ولا اللي باش تفرادنا. مي والله صدقني واحد فما خاطر اسامينا واسامي الجمعيه قبل كل شيء، قبل الفلوس قبل كل شيء، من بعد بالطبيعه واحد باش تفرد بالطبيعه. الحمد لله باه اكيد مازلنا باش نحكيو خاصه على باركور الترجي هذه التونسي، مشوار الترجي في البطوله هذيا، ايضا جماهير الترجي قبل ما يجيو الاولاد، قبل ما نبداو نحكيو خاطر قاعد السنه فيهم، انا باش معناتها نبداو ليفيتير كل مع بعضنا. جمهور ترجي خليل الوقت اللي غاديك في التيران، يذولي كنا مع بعضنا، يذولي اكثر مره تحس اللي ترجي استحقت الجمهور هي خاصه في الدومي فينال. يذولي والله صحيح في المفات، معناتها انا اللي لاحظته من بعد كل ماتش الببليك يمشي ويزيد. جمهور الترجي مش غريب عليه مع الشيء هذا، مشى لليابان ومشى ادغال افريقيا، نتصور مصر تسمى في الدوله معناها، دونك والله نشكرهم برشا، ووقت الشده لقيناهم، والحق معناها نشكر زاد الجمهور المصري اللي في الدور النهائي مع جمهور الترجي، كان معانا وكان شجعنا كما يلزم، بالمناسبه هذه نشكرهم. بهون نمشي نشاهدوا مشوار الترجي اللي وصل به للتتويج واللي توج على اثره بلقب البطوله العربيه بالنسبه للترجي هذا التونسي، في ورقه من اعداد زميلنا ايمن الباوي، نرجعوا باش نستقبلوا كما قلت ماهر الصغير وغلان الشعلالي، وذول اللي عندهم اموند باهيه برشا خلي يدخلوا برك.
الترجي ومبروك للترجي، مبروك البطولة العربية. لغة الأرقام تقول أن الترجي بطل العرب عن جدارة واقتدار. المسيرة الوردية لشيخ الأندية التونسية في البطولة العربية بداها من الدور الأول، 3-3 لممثل الكرة التونسية تخليه يتصدر ترتيب البول الثالثة بتسع نقاط. انطلاقة الأحمر والأصفر ما كانتش سهلة بالكل، وانتصار 1-0 على نفط الوسط العراقي بهدف طه ياسين الخنيسي في آخر المباراة. مغامرة الترجي تتواصل بالانتصارات. في قمة المجموعة الثالثة الترجي يتيح بالمريخ السوداني بثنائية أنيس البدري، واللي تعني المرور للدور النصف النهائي. المباراة الثالثة رغم أنها شكلية والبنزرتي شرك تشكيلة احتياطية، فإن الكتيبة الترجية تمكنت من الإطاحة بالهلال السعودي والانتصار 3-2. ثلاثية سجلها غيلان الشعلالي، فريد الماطري وهيثم جويني، ليتأهل الترجي بالعلامة الكاملة في طليعة المجموعة الثالثة، ويضرب موعد في نصف النهائي مع الفريق المغربي العنيد الفتح الرباطي، اللي كان منافس من الحجم الثقيل وأجبر المكشخة على المرور للحصص الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي 1-1. الترجي كان أنهى الفترة الأولى متأخر 1-0، وعدل مع بداية الميتون الثاني الكابتان وخليل شمام ركلة حرة مباشرة. وفي الحصص الإضافية أنيس البدري حصل على ضربة جزاء حولها لخنيسي بهدف اللي يعني الفينال، واللي واجه فيه الترجي مفاجأة الدورة الفيصلي الأردن. أبناء البنزرتي أخذوا الأسبقية بثنائية لسعد بقير، ولما ظن الجميع أن اللقب تحسم تمكن الفريق الأردني من التعديل، ومرة أخرى يلعب الترجي الحصص الإضافية، والمدافع الهداف شمس الدين الذوادي يبصم على الهدف الغالي اللي يعني اللقب العربي الثالث في خزينة الترجي العامرة بالألقاب، وأنهى الأحمر والأصفر الدورة كأفضل خط هجوم ب 11 هدف فيما اهتزت شباك بن شريفية في 5 مناسبات، ورفعوا الحكام 8 بطاقات صفراء في وجه ملعبية الترجي وواحدة حمراء حرمت الهداف طه ياسين الخنيسي من المشاركة في الفينال. كما تم اختيار 4 ملاعبية من الكتيبة الترجية ضمن التشكيلة المثالية للبطولة العربية، يتقدمهم الكابيتانو خليل شمام، ومعه غيلان الشعلالي وأنيس البدري وعلي المشاني. إذن الترجي يعود باللقب العربي من مصر من الاسكندريه بالذات، وايضا يعود ب4 مراكز بالنسبه للاعبي الترجي هذا التونسي في التشكيله المثاليه لهذه المسابقه. غيلان اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك ومرحبا بالمشاهدين تاعنا الكل. انت لابس بلاصتك وجديد ورقه صفر على الروتار ديجا. ماني جي روتار، انا منظم، انت صبغتها. باهر اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك ومرحبا بمشاهدين قناه حنا باع الكل. اي باهي، دونك قبيله نحكيو في الكوليس، قلت له غيلان انت بونتو، خليل انت بونتو، خزرت له قلت له ماهر انت شنو ماهر؟ عزيز عزيز. يعني حتى باس نتاع هدف. دونك الحاجه الباهيه اللي تفهموا كانوا معناتها الامبيونس والجو في الترجي كنا نحكيو فيها غيلان قبيله مع خليل، خاصه 18 يوم برش ورزان ويعملوا القلق، هما اصحابي بداوا يحوسوا متفردين يقلقوا ويدوروا على بعضهم. شنو اللي صار في الترجي خاصه؟ كيفاش معناتها الترجي والتاثير اللي يظهر لي فما تاثير كبير، ان كان من معناتها من اللاعبين لي كادر في الترجي او من المسؤولين كما سي حمدي، سي لاذ بن نور، وليد، سي فوزي، مجدي، ايضا الاطار الفني، سميلي معين شعباني ايضا اللي عنده دور كبير برشا. نحكيو على هذا كيفاش صار خاصه في البطوله هذه. صحيح، معناها ستاج كان طويل، نتصور معناها ما جاش عندنا جروب سوليدير، عندنا كويزيون في ليكيب نتاعنا، ما كناش نجمو نكملوا معناها ستاج بالفاسون هذيك. شفنا معناها ظهر لي زاد جمعيه الوحيده نحن اللي رئيس النادي نتاعنا معنا في ستاج في نفس الاوتيل. شفنا لي كادر كيف ما قلت انت، لي جوار كادر كيما خليل ومعز وشامو، برشا عندنا جوارات معناها دي كادر هما اللي يعرفوا يأطروا الجروب، يعرفوا كيفاش يخليوا الجروب معناها متجانس وموجين. هذا الكل معناها خلينا نكملوا ستاج نتاعنا بالفاسون هذيك. خلينا نمشي للجديد الجديد. ماهر، كيفاش لقيت لوبيونس في الترجي؟ جو في الترجي، انت يظهر لي من طبق البيت النار حاسيلو تقريبا بريباراسيون وبعد مشيت لمصر. والله اول حاجه ما لقيتش يعني برشا صعوبات
باش تأقلمت في الجروب خاطر ديجا يعني نعرف برشا يعني أصحاب يعني كورد كونترهم و... ونعرف يعني بعضنا من برا من التيران. الحمد لله اللي يعني يعني جيت وتوجت يعني يعني بكوب غالي تسمى ب والحمد لله ان شاء الله توا قادمه مازال تشامبيونز ليغ وشامبيونو مازال كوب ان شاء الله توجو بهم الكل. خلينا نرجعوا ساعه انت هذول قبل ما جي الترجي كانوا فما معناتها فما دي زوفر معناتها خلاف الترجي هذا التونسي كانوا فما برشا فرق في تونس، علاش اخترت الترجي ساعه؟ هذول احسن جماعه في تونس هي الترجي. تمشي تمشي لبلاصه اخرى ما كنتش يعني نشوف في روحي نجم نمشي كان ليسبيرونس. وحاجه اخرى ماهر انت قلت له كيفاش يتاقلم. ماهر مثلا انا بيرسونيلمون نعرفه من برا من التيران فهمت. خليل معز شامو الاولاد الكل عرفهم في ليكيب ناسيونال كي مشى ليكيب ناسيونال معناها كي جا حس روحه كانه في الجروب نتاع ليكيب ناسيونال نقولوا نحن وزيد نحن كي مشينا ليكيب ناسيونال مشينا سته ولا سبعه جوارات معناها عباره لقى روحه معناها غادي ديجا في الاسبيرونس معناها انت جبته للترجي هو ساقيه جابت هي معناها انت واسطه لا مانيش واسطه انا ما دخلني حد شيء فما 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 لي جوار كادر هما اللي انت لاجون يعرفوا اجون شكون؟ شكون فما فما لا بالرسمي فما جوارات يشموا يشموا الكوارزيه فهمت؟ اها انت شميت؟ لا منهم السيد هذايا شكون؟ هو خليل شميت كابيتان هذاك خليل شميت اللي كان ماهر في حمام لانف وكان في بنزرت كان ديما يقول راهو جوار جوار كبير مشروع نتاع نتاع تاع ستار معناها فهمت معناها حبيت تقول لي اللي حاطين عينيكم ديجا انتم بيتكم لاعبيه معناتها تلوجوا في شكون باش يعاون معناتها باش معناتها عندكم كلمتكم سواديزون فما دي جوار راني قلت لك فما دي جوار معناها يعاونوا كيف ما نقولوا المسؤولين نتاعنا يعرفوا زيد جوار يعرف جوار تالونتيو فهمت نرجعوا للبطوله هذه دونك بطوله كما قلت قبيله حكيت انا وخليل شويه خاصه على الوقت اللي جات فيه ساعه ديجا الوقت انتم تقريبا ارتحتوا جمعه وبعد رجعتوا تدربتوا جمعه ونص يظهر لي مشيتوا لمصر وقتها ساعه والبدايه نتاع البطوله كيفاش كانت يظهر لي خليل قال لي كانت ساقين رزان كنا ما يزلنا شويه وقت باش ندخلوا في وقال لي هذاك علاش اصعب ماتش كان المباراه الاولى معناها صحيح سورتو بعد جمعه روبو نتصور باش تحس الساقين رزان باش تحس معناها ما فماش مثلا الفريشور فيزيك اللي انت مستحقها الماتش الاول الجوارات عرفت كيفاش تربح ماتشها بخباثه راه بالاكسبيريونس بالاكسبيريونس وزيد كي تقعد انت جمعه روبو لازمك من بعد تعمل بريباراسيون فيزيك شوك معناها في اقل وقت نتصور معناها هذا الكل بعد خدمه ستاف كامل كيف ما قلت واللي كيف ما بلوس ما تعرفوهاش ديجا معناتها الوسط العراقي نعملوا نحن سيونس تاع فيزيوناج تو كل ماتش وماتشوه معناها كل ماتش والفيزيوناج نتاعو وكل ماتش شفت معناها كل ماتش وتشكيلته ما فماش ايكيب تيف في الاسبيرونس في التورنوا هذايا شفنا حتى الماتش الثالث معناها ظهر لي اللي عمره ما لعب في الاسبيرونس لعب فيه الاسبيرونس راح 3-2 دونك معناها حابين نقولوا لي بشويه بشويه ترجي بدا ياخذ في النسق بالنسبه للمباريات خاصه انه بدا يرجع الملاعبين نتاعو يرجعوا في الفريشير ماهر ديجا انت مشيت تلقى روحك في اول مشاركه مع ترجي ديجا ما لعب حتى ماتش اميكال مع تقبل البطوله هذيا تلقى روحك في لي كومبيتيسيون اوفيسيال الكل كيفاش كان التحضير خاصه بالنسبه ليك ودخول وتو نرجع بعد نحكيو على حكايه شدان الكوره خاصه نحكيو عليها برشا والله يا وقت الاولاد مشاو لعبوا كونتر سان داونز يظهر لي. وقت انا مازال كي جيت بقيت مع البريباراتور خدمت شويه ومن بعد طول دخلت في ماتش كونتر سان جورج. قال لي 15 مينوت ولا حاجه هذيك يعني كانت البدايه ومن بعد بشويه بشويه دخلت في الماتشوات. الحمد لله لقيت روحي حاضر يعني بالكدا باش عاونت يعني الاولاد. خليل اصعب ماتش في البطوله هذه الكل. كل ماتش عنده حقيقته معناها كما قلت لك بدنيا اصعب ماتش الاولاني ذهنيا اصعب ماتش فينال صعبناه على رواحنا كنا رابحين 2-0 ومن بعد ترجع 2-2 مي اهم حاجه لقينا لا فورس سورتو مونتال باش نجم البدن يجاوب من بعد باهي
رجعنا نلعبوا الكره اللي بدينا نلعبوا فيها اول ماتش. باش نرجعوا نحكيوا باكثر تفاصيل على الفينال، لكن ناخذوا نهار الفينال ساعه الامبيونس في مقر اقامه الترجي التونسي، الفيصل الاردني والترجي وقتها وقت الخروج والاتجاه الى المباراه في هذه الصور. دونك كانت هذه اجواء التنقل الترجي التونسي والفيصل الاردني الى المباراه تحت حمايه امنيه مشدده، ونهارتها يظهر لي اقل نهار عملنا فيه وقت باش تنقلنا للميدان، وقتها تقريبا 40 دقيقه في عود اللي كنا نعملوا ساعه وربع، وقتها وفروا الظروف الكل. اختيار المباراه ساعه الميدان خليل وتغيير كان في برج العرب، ومن بعد من برج العرب رجعوه للاسكندريه، وقتها حتى الترجي والفيصل كانوا طلبوا في رساله رسميه لكن لجنه التنظيم رفضت هذا. هو الانكونفينيون الوحيد في التورنوا هذا هو البعد نتاع من لوتيل الاستاد. البارتي الاولى نتاع الشامبيون نتاع البطوله هذه كنا بعاد على برج العرب، كي قربنا بدلنا لوتيل ولا لعبونا في قلبوا الحكايه ولا نتصور اللي في بالي بيه لعبونا في استاد الاسكندريه خاطر على باش يجي اكثر جمهور. كان ترشحت الاهلي للفينال لعبنا في الاستاد الكبير. هي الارضيه نتاع الاستاد الاسكندريه خير من برج العرب. برج العرب تيران اكبر و نحن كنا حظيين باش نلعبوا هم سورتو لي جوار حاجات هذوما برا الكل مازمكش تلعب بهم، تلعب بالتيران. وذاك هو اللي صار. والله معناتها بالرسمي حضرنا لها ككومبيتيسيون عطيناها معناها خذيتوها الجديه اللازمه، لانه حسينا برشا قلت ليت هذه دوره دوليه وديه درشنية. لا لا والله لا وبوتيتر اللي اكثر نحن اكثر ايكيب اللي عطيناها مشيت اون سيريو ترى مشيت كامل ولا وعلى ذاك نتصور حاجه من الحاجات اللي ما كنتنا باش نفوزوا بالتيتر هذايا. خيلان وقت اللي صار غاديك ونحكيو على المشاكل هذوما خاصه تاع تغيير مقر النزل ومن بعد الملعب والكل، حسينا كانوا فما برشا كلام يقول لك الناس كل تحدزم على الاهلي، الكوميتي دورغانيزاسيون كلها تحب السيف توفر معناتها توفر كل الظروف النجاح للاهلي، خاصه اللي قبل ما كانتش فما قرعه من بعد عملوا قرعه خاطر وقتها كانت الاهلي باش تقابل الترجي في النصف النهائي. حسيتوه انتم هذايا ولا؟ انا بيرسونيلمون ما اكذبش عليك حبيت الاهلي تترشح، حبيت نلعب انا فينال كونتر الاهلي يعني نتصور كان باش يكون باش يتعدى ماتش باهي، كنا باش نشوفوا جمهور اكثر من الجمهور اللي جاي هذاك، كنا باش نشوفوا معناها فرجه في الماتش هذاك. حبينا نلعبوا جوارات الكل نتصور حبينا نلعبوا ماتش كونتر الاهلي سورتو معناها في الفينال. وكيف ما قلت انت معناها تو زوج تيرانات هذوكم انت تبدا معناها حاط في مخك جاي تحب تهز الشامبيون هذايا ما تفرقش في النتيران باش تلعب، ما تفرقش كونتر شكون باش تلعب، جاي باش تلعب كل ماتش عباره ماتش بتاع كوب عباره ماتش فينال بتاع كوب. شفت انت ظهر لي ليسبيرونس الجمعيه الوحيده اللي مترشحه معناها ربحت ثلاثه ماتشات نتاعها من مان من ليبول. شفنا حتى الفيصل اللي ربحت ثلاثه ماتشات حتى الفيصل شفنا في الدومي فينال معناها ليسبيرونس هبطت معامله باش تربح ماتشها في الفينال كيف كيف. شفنا معناها تمركز وزبونتو كونتر الفيصلي معناها بالفاسون هذيك مش ساهل، مش بتاع جمعيه جايه جوست هكاك باش تشارك وتروح، فهمت؟ ماشيين باش نهزوا الشامبيونا نتاعنا، قلنا ديجا نعملوا برشا رينيونات، قلنا الشامبيونا هذايا راهي نتاعنا جايين
ضحين من الوقت نتاع الروبو نتاعنا لازمتنا نروحوا بها هكا. نرجع ماهر نحكي على الدومي فينال اللي كنت على البنك وقتها ما كنتش اساسي من الاول. في الدومي فينال وقتها الاسبيرونس بصراحه شفنا الاسبيرونس عدت شوط محترم ضد الفتح الرباطي المغربي، لكن الاسبيرونس يقبل بونت وقتها. شنو اللي صار وقتها على البنك خاصه وبعد حكينا قلت لي سيفوزي كان متخش برشا ايضا في حجرات الملابس، كيفاش رجعت الماكينه دارت بالنسبه للترجي؟ هو لونتام تاع الماتش ما كانش يعني باهي، سيرتو خاطر قبلنا بونتو من الاول، مي نحنا كنا حاضرين بريسك من 25 مينوت تاع الميتون الاول وحتى لاخر الماتش، يعني نحنا يعني نجريو يعني في الماتش. الحمد لله يعني فما يعني سيرتو يعني في الاحتياط يعني فما برشا جوارات ينجموا يعاونوا يدخل كسوا يدخل من الاول ولا يدخل في الميتون. شفنا زيادة برشا ماتشوات يعني تبدلوا خاطر يعني فما شونجمونات صاروا، و يعني البليز امبورتون اللي نحن يعني نحن ربحنا يعني. انت تو شديد في كلمه كنت هذا كان يقول فيها قبلك، هو كان يضحك على يعني 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 هو كان يقول فيها راه قبل ديجا، هو خاطر بس انت وستانس وصايي معناتها الكلام متسرح وياك، اما استناه شويه الاولاد شويه بشويه طلع حياتي شويه بشويه معناها مش 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 حاجه مستحيله. شو هكا خليل باش تلاقي بيه في التيران وفي الدنيا وانت تلاقي بيه لبرا وشويه تلابس كيفاش يتصرف ومع الصحافه وكل يعرف يتصرف معناها يعرف يتصرف في التيران والبرا من التيران، طفل نظيف برشا بروفيسيونيل. قلت لك راه الاجون تاعك هذا. لا والله لا معناها باش نتكلم عليك في حاجه لا لا نعرف. دوك نرجع نحكي على بالنسبه لماهر خاصه، برشا وقت اللي جاء ماهر للترجي الناس كل تستنى في ماهر، وبصراحه اللي وصل لعمله ديجا ماهر في البطوله العربيه وقت ما شد الكوره، الحاجه الوحيده اللي برشا مثلا عابوها على ماهر شدن الكوره. يا اخي كي مشينا لمصر غاديك وقتها حتى نحكي معاه قال لي راه حتى اصحابي الكل حكاوا لي على شدن الكوره، حكيت شدن الكوره هذه بالنسبه حكيت معاه مثلا انت حكيتوا معاه الاولاد بالنسبه حكيت شدن الكوره، والا هذا يتسقل بالوقت يجيب بالوقت غيلانا. انا تو في الاسبيرونس مثلا قاعد نشوف في جوار بركه كي ياخذ الكوره يمشي للديفونسور هو ماهر بصغير. هذا كانت عند يوسف المساكني، يوسف البلايلي. فما مديده معناها ما فماش في الاسبيرونس شكون ياخذ الكره ونقولوا نحن بلغتنا يصدم على الديفونسور. يبروفوكي. يبروفوكي صحيح. ماهر عنده منها الخاصيه هذيا. انا واحد من الناس نشجعوا على شدين الكره خاطر بشويه بشويه بالماتشوات بالكومبيتيسيون هذا الكل معناها يتسقل فهمت؟ خليل على شيرتك ديجا يرجع يعاون يفك كل. بشويه بشويه هي الباز نتاع اللي ما عادش فما في الكوره اون جينيرال ما عادش فما شكون يمشي قوي في الانكونترا. مازال بعيد برشا مازال يزبد بالوقت تو يعرف وقتاش يشد الكوره وقتاش يسيب الكوره يكون ليفيكاسيتي قدام الجول بشويه بشويه هذيك. الحمد لله معناتها اللي جا في ايكيب تلعب على تيترويت، جا في ايكيب باهيه في جو باهي في جروب باهي، باش هو زاد لي كاليتي اللي عنده اللي مازال ينجم يحسنهم يوفرهم للمجموعه، ومتصور مشروع لاعب كبير ما يحط سقيه على القاع ومازال السنه فيه برشا خدمه خاطر الكره راهي مدوره الكره ما ترحمش كان ما تخدمش ما تلقاش. دونك هو تو مازال صغير و الكارير نتاعو راهي نجم نقولوا 12 10 سنين تظهر لك برشا مي راهي تتعدى فيسع فيسع. دونك الكره كان ما تعطيهاش قدرها راهي ما ترحمكش. ماهر في اول مره بزي ترجي في تونسي جمهور ترجي كيفاش ريتو خاصه في المره هذيا في مصر؟ في تونس جاي اكثر هو في المطار جمهور الاسبيرونس من قبل يعني من اقوى يعني الجاليري في تونس يعني، وكشفته حتى يعني في مصر جاوا برشا يعني ما يقتصرش كان على تونس برك. في مصر نحن في الماتش الاول والثاني بهتنا يعني كيفاش جا الجمهور هذاك الكل، ويعني وكان من الاسباب اللي عاونتنا باش هزينا التيتر. باهي هم جماهير الترجي وايضا جماهير الفيصل الاردني، لكن بالاخص جماهير الترجي يوم المباراه يوم النهائي والاعداد الكبيره اللي كانت حاضره في استاد اسكندريه. Italy, 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 Ital
وصلنا معناتها على خمسه شنو في مصر؟ شنو سلعينو ما نشربش؟ امبوسيبل. البطوله العربيه ما تبيت كان في باب السويقه، كان في باب السويقه تراجي دوله، تراجي دوله. الاثنين بلاش لينا لينا التراجي ان شاء الله. وان شاء الله نروحوا بالبطوله العربيه. الترجي لازم تولد ان شاء الله الليله نروحوا بها. اليوم خرجوها من اسكندريه ونهزوها للقاهره نحتفلوا بها وان شاء الله نهار نصير بقدره ربي السماح العشيه بنتي نروحوا بالبطوله العربيه ان شاء الله يا ربي الترجي تكون فراره ونربحوا جاي البطوله العربيه تنزلها يا ربي. احنا متعودين بالتدويشات الفرق التونسيه كانت افريقيا والترجي ولا نجم الاذاعه ان شاء الله نكونوا على حسب المستوى ونوروا جلوس العزيزه. الله مربوحة بقدرة ربي مربوحة بقدرة الله مربوحة والتراجي متعمل حتى على حتى على جوار الناس كلها تلعب وتعبد شيء ولا باس لا باس. اسكندرية 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 ترجي الترجي التونسي فريق كبير واحنا راح نحترم فريق الترجي وباذن الله باذن الله راح يكون الكاس في صلاه باذن الله. الفيصل جاي على البطوله من عمان مش مجرد مشارك، جاي ياخذ البطوله ويروح يروح فيها على عمان ويحتفل مع جماهيره جماهير كبار البلد، فاحنا جينا على مصر عشان ناخذ البطوله ونروح، مش جايين مجرد مشاركه او مجرد عبور جسر العبور. الفيصل جاي ياخذ البطوله ويروح يحفل جمهوره. اكيد يعني جمهور الترجي له احترامه ودولة تونس كمان جمهورية تونس العربية إلى احترامها، وتحية من جمهور النادي الفيصلي لجمهور الترجي وربنا يوفقكم وإن شاء الله ربنا ياخذنا حققنا البطولة ونروح فيها على عمان بإذن الله. الترجي التونسي فريق كبير جدا وبنحترمه من أبطال إفريقيا وبنتشرف إنه نلعب معه، وبرضه كمان الحمد لله فريق النادي الفيصلي فريق قوي تاريخه بالأردن كثير ممتاز، جمهور الأردن كثير كبير جاي متأمل وإن شاء الله بنرجع بعمان بالكأس. ان شاء الله اليوم نربحوا على الاخر معناتها سكور خاطر الفيصلي ما عنده حتى شيء وعندي صاحبي مصري عاوز يقول حاجه معناتها ما يسالش ما يسالش برا هات واي الله نصل الترجي ان شاء الله ان شاء الله وقول له ترجي يا دوله ترجي يا دوله. الجماهير المصرية كدائما كما تعودنا بيروح على دعابة واللي انقسمت منها من يشجع على ترجي ومنها من كانت ضد ترجي في الدور النصف النهائي جماهير الزمالك كلها كانت مع ترجي وكلها كانت تشجع على ترجي لكن في النهاية الأهلي والزمالك وكلهم أصبحوا يشجعوا في الترجي وفي سميت على جماهير ترجي طلعوا لهم أغنية اسكندرية اسكندرية البطولة العربية غايلين. سي بريمو أحب نشكر الجمهور اللي جاء وقف معنا غادي في مصر صار معناها انا واحد من الناس ما كنتش نتوقع باش يجي بالعدد هذاك سورتو معناها بارتير من دومي فينال نشكروهم ان شاء الله معناها في تونس نمتعوهم نقولوا نحن بالكره ان شاء الله في الماتشوات الجايين نقعدوهم ماتشوات باهيين فيهم فرجه سورتو معناها الجمهور اللي يجي للاستاد. خلينا نمشيو لمباراه النهائي والفيصلي الاردني
ما خفتوش منه خليل بصراحه، يربح الاهلي معناتها في 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 دوري المجموعات، وبعد يربح الاهلي في 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 النصف النهائي، والفريق اللي معناتها خذا معناتها حذا برشا تعاطف خاصه في الدوره، واللي اعتبروه الفريق اللي مفاجاه، ما خفتوش من الفريق هذايا خاصه المهاجم المدرب الشو اللي قاعد يعمل فيه نتاعه؟ والله لا خفنا، خفنا ليه معناها ما اعطيناه بالكش، نتصور معناتها نحن اللي كما نقول اعطيناه قدره اللي لازم نعطيه معناها. وشفنا من اللي بدات اللعبه لعبنا الكره اللي كما نلعبوا فيها متعودين نلعبوا فيها في تونس، دورنا كره تصور الماتش لا بليبار نتاع الاوقات تاع الماتش كانوا عندنا، خلقنا برشا فرص. والحاجه اللي الحاجه نذكرها من الفريق هذا اللي دول من على اربع ماتشات عندهم 9 كرة على البار. صحيح. وكي بدات عاكسه من الاول اللي واحد شنو هي معناها هي ضربت في ساق ضربت في كل مره تضرب في حاجه الكره ما حبش تدخل. تخاف لا تجي. ولا خفنا لا تعكس كما في ماتش دومي فينال زاد. البونتو اللي في الدقيقه الاولى من الميتون الثاني عطانا اكثر كونفيونس ورتحنا اكثر. كنا نجموا نربحوا بنتيجه اعرض من باش نرجعوا نحكيوا خاصه على الماتش اللي بصراحه سي ماتش بيزار بالنسبه للترجي اللي كان متفوق 2-0 ومن بعد تقريبا ما هو يحصلش برشا مع الترجي، كانوا في دقيقه 71 متفوق 2-0 وبعد شو معناتها يخسر يقبل زوز اهداف. نرجعوا نشاهدوا الملخص لهذه المباراه، مباراه الدور النهائي وين فاز الترجي التونسي 3-2 ضد الفيصلي الاردني في ورقه بقراءه لزميلنا ايمن النباوي. الترجي بالمواعيد الكبرى ودرايته في التعامل مع مثل هالمباريات تحسم التتر العربي لكتيبة الجنرال فوزي البنزر، بالرغم من المنافس لعب بكل ندية وقلق الترجي برشا، وكما كل فينال الحذر تغى على الفريقين والخوف من قبول هدف كب الأرجل للاعبين، وبمرور الوقت تحررت الأقدام ورينا الفرص من الجهتين مع أفضلية ترجية غابت عليها النجاعة الهجومية على امتداد 45 دقيقة. الفصل الثاني من المباراة واللي ما عادش فيها حسابات، سعد بدير يعطي الإسبقية الحينية للأحمر والأصفر، التصويبة فيها من الدقة والصنعة الشيء الكثير. ابن تطاوين متهنى وارتاح كان ما جاء الثاني بقدمه اليسارية هالمرة بالاختصار، كرة ثابتة بقى الحارس الأردني يتفرج عليها. الكل ظن أنه التيتر من نصيب الترجي والمباراة فات، لكن النشامة كان فيهم رأي آخر، ما سلموش ولعبوا آخر وقت وتمكنوا من تبديل الفرق في مناسبة أولى عن طريق أكرم الزوي مستغل هفوة دفاعية ترجية لا تغتفر، وفي الوقت القادم يختطف خليل بن عطية هدف التعادل ليمر الفريقين للوقت الإضافي، وين تمكن المدافع الهداف شمس الدين الذوادي من توقيع الهدف الغالي واللي يعني الترجي بطل العرب للمرة الثالثة في تاريخه. وعرفت نهاية المباراة أعمال شغب من جماهير وملاعبين ومسيرين الفريق الأردني واعتداء على الحكم المصري إبراهيم نور الدين احتجاجا على هدف الترجي الثالث اللي حسب رأيهم مسبوق التسلل، لكن كل هذا لا يقلل من أحقية الترجي بالفوز باللقب العربي الثالث في مسيرته الحافلة بالألقاب. مباراة كانت صعيبة بالنسبة للترجي وخاصة للناس الكل اللي كانت شاهدت هذه المباراة، الترجي بعد ما كان متفوق 2-0 خليل 2-0 ترجي رابح، الناس كل ماشية تستنى ديجا معناتها للفرحة وتهنيته بكري على الماتش خليل قبل 71 دقيقة الساعة. لا ما تهنيناش، البونتو ما جاش في وقته، تحمل شوية أنا المسؤولية في البونتو. عملت نجم نقولوا فو كالكول كهو نجم الترجمه بتعب نتاع بطوله كامله نتاع 5 ماتشات تاع كل شيء حسينا، وكانوا خاطر بوتيت ليسبيرونس خاطر اللاعبين اكثر منهم انتم معناتها الدومي فينال مترشحين ديجا في الوقت اضافي وكاليبر خير بصراحه من صعيب باش تلعب ماتش بعد 3 ايام عاود كونسنتراسيون عاود اجري في سخانه شويه ميديتي
صعيبة وتصور خلينا ما تقولوا للرجوع في النتيجة جاي ورا الشيء هذا أهم حاجة اللي بعد كيف الماتش وبدينا البرولونغاسيون عرفنا فما الكلام اللي لازم يتقال تقال وعرفنا كيفاش نرجع ونعاودوا نحطوا كرة اللوطة ونلعبوا كورتنا وقبل البونتو جاونا زوز ثلاثة فرص اللي في البرولونغاسيون الأولى صحيح الحمد لله كما شفت الاسبيرونس أي واحد ينجم يمركي أي واحد ينجم يجيب المباراة وديفونسور اللي شامس والله الحق معناها من بعد البونتو في أنا في بالي هايثم مركي صحيح ما نعرفش يعمل خارج الى خذا الانيسياتيف ونجح والحمد لله مبروك عليهم. مازال وقت ديجا معناها وقتها مازال برشا وقت. فما دي مومون في الماتش تحس تاخذ لاسوندون سيكولوجيك على المنافس وتحس روحك اللي انت هذيك الوقت اللي تنجم تمركي فيه، الوقت هذاك نحن خذينا اللعبه عنا و لو مومون جامي وين لازمنا نمركي والحمد لله مركينا وبتاثر الرجوع في الماتش زاد حل التيتر هذا اللي مشى للبرولونغاسيون وخلى فيه اكثر تشويق. به غايلين برشا محللين خاصة نحكيو كونه التورنوم تاع الماتش ولا النقطة التحول في المباراة خروج غايلين كيفاش؟ هاي لا والله ما سمعتك وين كنت سارح؟ كنت سارح نتفرج في البونتويات نتاعنا برشا حكاو وبرشا محللين خاصة كونه نقطة التحول في المباراة هذيا اللي هي خروج غايلين معناها في المباراة الاسبيرونس ما تقف على حتى جوار راي معناها ما هيش نقطة تحول خروج غايلين ولا دخول لاعب آخر نتصور جاء وقت في الماتش يتعديوا به جمعيات الكل معناها قعدنا تعدينا بطون فيبل ما عرفناش كيفاش ندومينيو وقتها نتصور معناها حتى من البونتو نتاعهم لا هي غلطة خليل لا هي غلطة معزر خاطر كان احنا ما خليناهوش اللي يطول الكرة هذاك من الاول اللي يطول الكرة ما توصلش معناها الكرة للديفونس حية كيك افكتيفمون هذاك نحكيك عليه خاطر برشا محللين قالوا وقتها وقت اللي كان خليل ترجي وقت اللي كان غايلان سامحني الترجي كان ضاغط الترجي كان معناتها يلعب الفوق يلعب براتيكمون في ال 20 متر او 30 متر نتاع الفريق المنافس هذاك اللي نحكي لك عليه وحتى معناتها معين الشعباني كان خير والتغيير نتاع غايلان لانه انت عندك كارتون وقت دونك سي فوزي خاف لا تاخذ تكون ورقه حمراء لانه معناتها ورقه ثانيه لانه شافوا كون الحكم حس بدا يحب يرقع وبدا يحب يردي الفريق الفيصل هذاك علاش خافوا عليك خرجوك؟ ايه انا ماني قلت لك هذوما معناها اختيارات مدرب المدرب هو عنده الاختيارات نتاعو جوارات الكل لازم معناها توافق على الاختيارات هذيا ما عندكش حل اخر أكيد. وكيف ما قلت لك الاسبيرونس معناها ماهي باش تقف لا على غايلان شعلال لا على حتى جوار اخر شفنا معناها حتى من غير غايلان شعلال اللي ظهر لي الاسبيرونس هذا الشامبيونار به باش نرجعوا خاصه نحكيو على غايلان والظهير المدافع الايمن ومعز قال لي دور لي لوبس اللي يعني بيه قال لي كان نقافي بلاستي ماهر كنت على البنك في المباراه النهائي وين حسيت التحول نتاع الترجي خاصه بعد ما كان فايز 2-0 الترجي الناس الكل كما قلنا ماشي للنهائي وحتى فما برشا كانوا محللين قال لك سي بون معناتها الترجي خلاص معناتها حتى وقت بداوا يحضروا في المنصه وباش يخرجوا معناتها للتتويج لكن جاوا زوز اهداف وين حسيت شنو حسيت نقطه التحول هل الترجي طاح فيزيكمون هل الترجي معناها ولا سائل الفريق الاردني وقت هذاك معناتها الكره كل كره ولات بدمها واستحق معناها باش يرجع في المباراه لا ممكن خاطر ما استنيناش نحن باش يعملوا هما رياكسيون خاطر البوندو تمركا يظل 71 ولا 71 يعني ماتش كامل لينا نحن يعني جا بوندو يعني عكس مجرى اللعب كما نقولوا نحن زاد هما شجعهم باش يعني يطلعوا ويتاكيونا يعني و الحمد لله يعني مش اي كيب يعني تنجم 2-2 وترجع صحيح يعني صراحه في 2-2 وترجع خاطر برشا قالوا سيد الترجي معناتها مشيت منها البطوله حتى في مباراه مسار وقال الترجي راح خلاص لانه في 2-2 معناتها خاصه ذهنيا الفريق الاردني كان جاهز اكثر وكان معناتها حارس اكثر ذيك يعني. علاش نحن يعني هزينا يعني التيتر الحاجات كيما هكايا يعني يعني أنا تميزوا بهم فما دي ليدر في ليكيب هما يعني اللي عاودوا دازونا باش
نجمنا يعني المركي والبونتو الثالث. فما حاجة خليل، الفرحة كانت متزنة برشا بعد المباراة، ما كانتش كلي فرحة هستيرية. ما طبعا بعد شاهدوا التقرير الموالي، ما كانتش كلي الفرحة الهستيرية معناها، وما كانتش كل بوشرة على تعبنا برشا في الماتش. 6 مليار دوات تعبنا برشا في الماتش، هذول ما لقيناش الجهد من بعد باش نفرحوا. لا اسبيرونس تاور عودتنا، كل تيتر نزول الفرحة تكون عادية معناها. صحيح تيتر هذا الثالث نتصور الاسبيرونس، ان شاء الله كما قلت لك يحل البيبان التيترولات الاخرين. باش نرجع على الماتش، اسبيرونس تعديت باصعب من لي سيتياسيون اللي تحطينا فيها هذه. نتصور بتاتر حاجه من الحاجات اللي خلتنا باش نرجع في الماتش، اللي في مسيره الترجي تعدينا دي سيتياسيون اصعب من كونوا رابحين وترجع 2-2. وهذاك علاش كنت خاسر ديجا دومي فينال، كنا خاسرين وميتون عدينا خاسرين وصعيب برشا باش ترجع. كلمه في اللي تورنوا هذوما راهو مش حتى كوبراب ولا تبدا حتى مع ليكيب ناسيونال ولا مع البنك، عنده قيمته البنك، هو اللي ربحك في الماتش، هو اللي خاطر سيسيور باش تخسر جواريات في الباركور. تصور اللي جواريات اللي على البنك اللي هبطوا هما اللي عاونونا برشا، وفي بعض الاوقات عملوا الفارق، وهذا اللي حاجه تخلينا نفرحوا نحنا ونخدموا في اكثر اريحيه لقدام. اللي الاسبيرونس عندها نيفيكتيف ريش ينجم نلعبوا على الكوبا راب على الشامبيونز ليغ وعلى التيتر الاخرين ان شاء الله. نرجعوا لنهايه المباراه والفرحه اللي كانت كما قلت مره اخرى فرحه متزنه جدا بالنسبه للاعبي الترجي هذا التونسي بعد التتويج بالبطوله العربيه. We
كانت هذه اجواء تتويج الترجي التونسي وتسلم رمز البطوله اللي بصراحه ساعه تروفي حلو برشا. الحق والله من كان مش اعز تروفي معناها اللي كي تشابى شويه الليغ دي شامبيون تاع الاوروب تروفي مزيان التورنوا مزيان الببليك مزيان حاجة أخرى اللي هي أزين اللي هي مراسم التتويج بصراحة اللي بعد تلقى تصور فما كان فما نظام على الأقل بالنسبة للتتويج هذا والله صحيح ما ديجا تشوف ملي تدخل قبل الماتش ظاهرة منظمة بالكدا التتويج كان منظم بالكدا الاحتفالات باهين برشا تمتعنا به معناها الحق وكما شفنا من بعد سي حمدي والجمهور صوروا بالتيتر كل واحد راهو كل واحد شارك باللي نجم في التيتر هذا الجمهور كان عنده معناها بار كبيره بتشجيعهم بوقفانه معنا عثمان هذا العيطه تاع عثمان اللي كنا نحكي عليها غنان كنت نجم تسيح هكاك بعد الماتش هذاك الكل ما نتصور حتى ما فما حتى جمهور ينجم عنده الانرجي باش يخرجها السيحه هذيك. نتصور معناها هذيك فرحه نتاع تعب، فرحه نتاع نقولوا نحن تضحيات، كيف ما قال لك خليل معناها كل واحد ضحى باللي عنده باللي يقدر عليه، الكوب هذايا معناها تعبوا عليه برشا من اداره من جوارات من ستاف من جمهور. صحيح. نتصور معناها هذا الكل جاي بعد برشا تعب. قال هنا في اللقطه هذه معز قال يا اخي ما فديتش رانا تعبنا ما فديتش والله ريتك كيما عباره كالباتري نتاع التليفون تبدا مود ايكونومي نحن وقتها سي طرف الجهد كملوا في الاخر كما نام ما عادش فما حتى جهد مي برشا راهو مو نحن الجوار تبدا في التيران تبدا تجري وتخرج اللي عندك اللي يتفرج راهي خايبه برشا معناها. صحيح خاصه المسؤولين نتاعكم ديجا وكل ولا خايبه برشا. حتى رياكسيون. دونك تصور هذاك اللي يعيط من بعد اللي يفرح اللي نحن شفنا صبري ابو عزيز المعد البدني اللي فما خدمه كبيره صراحه خليل بالنسبه لصبري شفنا الترجي اللي جاهز كمل البطوله كما يلزم وتقريبا في البرولونغاسيون الثانيه في مع الفيصل الاردني اللي هو كان منهزم لكن الترجي كان افضل وكان خير معناها في حتى ماتش الدومي فينال مش سهل كل ثلاث ايام تلعب ماتش. كل واحد ما انت نعطيه وحقه صبري وايمن قاعدين يخدموا في خدمه كبيره سورتو معناها في الريكوبيراسيون اللي هو اهم على الاعداد وقتها ماك باش تزيد حتى شيء فيزيكمون كل ثلاث ايام تلعب ماتش وكما قلت لك معناتها توا لي بريباراتور نعطيهم حقهم وخدموا خدمه كبيره يعطيهم الصحه الطبيب الكيني صحيح تعبناهم برشا الدكتور رماح اللي مشى معانا سي ياسين اللي خلط جاي باش يهز الكوب خلينا راني نجي للتتويج ونروح فوالا الكل معناها وليد سي رياض بن نور و بيان سور معناها خلينا نقص عليك ماهر علق شنو علق يظهر لي فرحه هيك تتكلم مع حد لازم يسمع عليها تحس ولاد صغير معناها مازال معناها اما سي بيان ماهر واحد يبدا في الترجي يبدا بلقب رمز بطوله وفي الطريق معناها دومي فينال تشامبيونز ليغ وماشي ان شاء الله الترجي نتمناوه باش يكون في النهايه ان شاء الله. شهر ونص هذه تيتر شهر ونص هذه تيتر ان شاء الله مازال برشا تيتوات ان شاء الله. باهي ديبالا قالوا لي قول له شنو حكايه ديبالا؟ ها؟ على هذه؟ اي لا انا عم فيها كيكه ما مش يعني اللي هو يعني ولا كل واحد وكيفاش هو ديبالا على روحه وحده وانا ماهر صغير على روحي وحده كل واحد وجو كل واحد وجو نمشي ونشوفوا تصريحات بعد المباراه وخاصه عند العوده الى نزل الاقامه شاهدوا هذه التصريحات في هذه الصور ثم نشوف كوبرا بتحل شهير تشامبيونز ليغ شنو هي تحل هو تحل كل شيء ان شاء الله خويا مبروك علينا وان شاء الله تجيب كوب دراب وبالكوب دراب هذا نجيبوا تشامبيونز ليغ ونجيبوا الشامبيونات جاي ان شاء الله مبروك علينا نهديوها للجمهور اللي جاي معانا والجمهور اللي استنى فينا في تونس
نادي سي حمدي اللي تعب معانا وسلم فيه مسؤولياته غاديك. تو انا بيسين والدنيا بيه والطقس رايد وكل شيء، تو في الماتش صعبنا المقابله على رواحنا، وخرنا قبلنا اللعب، كانت المقابله سهله بيدينا، كنا نتحكم فيها كما يلزم، مالوغوزمون قبلنا الهدف الاول، كيف بعديك في الدقائق الاخر قبلنا البونتو الثاني. مي الحاجه اللي نفرحوا لها معناتها قوه جماعيه كبيره، حتى كي تقلب عليها البارتي كامله ترجع تقف على ساقيها وتروح بتيتر كبير، اللي تعبنا عليه برشا واللي ضحينا عليه برشا في التورنوا هذايا. الحمد لله فيليسيتاسيون للجروب الكل، الجوارات الكل، سورتو ستاف ميديكال، ستاف تكنيك، رئيس النادي سي رياض ووليد العارم اللي بحق معناتها الناس الكل معناتها جينا حاطين اوبجيكتيف واحد هو معناتها باش نروحوا بالكوب هذايا. كيف كيف ما ننساوش الببليك تاع الاسبيرونس اللي كان حاضر لهنا، الببليك معناتها تاع الاسبيرونس اللي حاضر في تونس الكل، كيف كيف الشعب التونسي الكل، ان شاء الله نكونوا فرحناهم، ان شاء الله نكونوا في المستوى وورينا واش باهي للكره التونسيه ان شاء الله. بصراحه تعبنا برشا، لكن تعب هذاك الكل هون الحمد لله، حتى تعب نتاعهم مش خساره، جمعتين كل جور ماتش برشا تعب، الناس كل ضحات، لكن الحمد لله بعد تعب هذا الكل تيتر هذا ينسينا في التعب الكل. خسرتونا بعد 2-0؟ خسرنا رواحنا وخسرنا الناس الكل، انا غالب كنا بعد 2-0 كنا نجموا نقتل الماتش بالتروزيام بيوت، انا غالب ما جاش البيوت، قعدنا مغسرين الناس الكل شويه نفتمنا نحن وبرشا ريسيت من عندهم هما، لكن الحمد لله من بعد في البرونغاسيون ولينا بيرسوناليتي كبيره نتاع الجوارات كاركتير كبير ورجعنا في الماتش والحمد لله جبنا التيتر هذا. والله الكوب هذه بدايه خير الموسم هذا باش تزيد حللنا شاهي، احنا جمهور الترجي ومسؤولين ولاعبين ما نجموش نعيشوا بدون القاب، ترجي مجعول على الالقاب وان شاء الله ديما الاولاد مفرحيننا ويكونوا في المستوى المطلوب ان شاء الله. بيان سور حاسه كل ثلاثه ماتشات عندك ماتش، وخاصه زوز ماتشات الاخرين 120 دقيقه مش بالساهل معناتها، والفينالك تشوفوا كنا رابحين 2 بلاش ترجع 2-2، ايكيب اخرى ما عندهاش شخصيه معناتها جواليت فراجيل امبوسيبل تخش من طول هذا امبوسيبل تربح. الاولاد يعطيهم الصحه كانوا في نهارهم، الشوط الاول عطينا درس للمنافس نتاعنا معناتها على طول المباراه، هما زوز اغلاط فرديه تكلفونا زوز اهداف، اما كما قلت لك في 15 يوم كل ثلاثة ايام مباراه نلعبوا مع احسن فرق عربيه ومن زاد الاهلي والزمالك معناتها من اقوى فرق في افريقيا وفي العرب، معناتها هذا حاجه باهيه خطوه ايجابيه باش تخلينا نزيدوا نقدموا على نخدموا قدام. عندنا الاوبجيكتيف رقم واحد لعبه الكل تعرفوا هي الشامبيونز ليج، اليوم فرحنا تو باش نركزوا البطوله تبدا لو 15 ان شاء الله، والحاجه الباهيه الفريق معناتها الموين داج صغيره وكل ماتش يمشي ويتحسن ان شاء الله، من هوني مباراه الاهلي نبدا في المستوى المطلوب اللي حاجتنا به ان شاء الله. الجمهور هذاك هو اللي يهز الجمعيه، اش تحبني نحكي لك؟ قبل نحكي لك شويه معناتها عباد منتجه 15 يوم في مصر تشوف ماتش المغرب خاصين واحد بلاش والعباد ما سكتتش وتعيط، دزوا الجمعيه للاخر وذي البطولة نهديوها لهم وإن شاء الله ديما فرحانين والترجي مثل تونس أحسن تمثيل. آخر تصويرة قعدت لك في الكوب في الكوب راه بداية ما تنساهاش ولا حاجة قعدت لك ما تنساهاش؟ الكوب اللي قدامك. دونك وليد العارم آخر تصويرة كانت له هي الرمز البطولة خالية لآخر تصويرة ولا التصويرة اللي تقعد لك؟ والله تقعد لي كان سوفينير الباهين تبيع باش تقعد اخر حاجه هو الترجي رفع الكاس، معناها كيما قالوا توا مثلوا جمعيتنا وما نساوش نمثلوا بلادنا اللي تصور مثلنا تونس احسن تمثيل ان شاء الله، معناها هذه تحل البيبان تتويجات اخرين ان شاء الله. اكيد هو التتويج كان مستحق بالنسبه للترجي هذا التونسي، لكن فما برشا احداث شغب كانت خاصه كان في مباراه الدور نصف النهائي، ايضا كان في مباراه الدور النهائي احداث شغب، اعتداء بالعنف على الحكم المباراه، خليل خرج برشا كلام وكانوا الترجي يحظى بدعم الحكام، كانوا الحكام معناها هما اللي وصلوا الترجي هذا التونسي باش يفوز بالنهائي، انت ديجا ضحكت من قبل ما نكمل السؤال معناها. والله لا جينيرالمون راهو في الكوره فما اغلاط تحكيميه، مش نحكي على الماتشات نتاعنا، مي ليسبيرونس كيما برشا حاجات ما تزفروناش لنا نحنا، الورقه الحمراء نتاع ياسين، البينالتي في الدمي فينال،
ياسين حمراء ومن بعد ظهر بالموفيولا اللي هي ماهيش صحيحه معناها ولا معناها قام على النهائي هيثم صحيح وهيثم اللي خذاها حمراء وبعد تنحات معناها هذوما ما لازمش تلهاو بالحاجات هذوما نتصور اللي نحن كرويا انديبوندامون من الريزلتا كرويا ورينا اللي نسحقوا التيتر هذا خاطر الماتش تلعب لهم الكل اون دوميني لعبنا ماركينا عملنا اغلاط مي جلوبالمون اون دوميني ليزادفيرسير نتاعنا الكل وهزينا التيتر هذا عن جداره ومستحق. قايلين اش قولك في الصور هذوما؟ انت وقت على البنك ديجا الوقت هذا. صحيح معناها نتصور ما كرهمش عملوا هكا نتصور ليسبيرونس كانت من اكبر المتضررين نحكيو كوتي حكام في الشامبيون هذايا شفنا معناها رقتين احمر وبيلانتيات وشفنا حتى من الاربيتر تو في الطرح نتاع الفيصلي هذايا راهو بعد البونتو الثاني نتاع الفيصلي. انا شفت فرانكوم بلغتنا نحنا كلا مشتى وتزفرت فوت ضده معناها ما صاروا حاجات ما كيف ما نقولوا نحنا قمعوا ليسبيرونس اما شفنا معناها جوارات حطت في قلوبها حبت تربح الماتش هذاك ما خرجناش معناها من ما خرجناش من مخاخنا ما هبلناش فما نرجعوا للجوار كادر اللي عرفوا كيفاش يريضوا الجروب كانوا ينجموا معناها جواراتنا هما اللي يخرجوا من اعصابهم كنا نجموا نشوفوا فازت هكايا ما دار لي الخبره نتاع الجوار كادر نتاعنا هي اللي خلتنا معناها كالا مغزر نحن واقفين في وسط التيران معناها بعاد على كل شيء. هو راهو اللي صار في البونتو هذا معناها الاربيتر قال الجوار اي دقيقتين صحيح دقيقتين وقوم وحتى عاودها واللي مد الباس فراكوم وكريبالي التالي مازالوا يحكي قوم ومن بعد ريناها بالتصويره معناتها هكا يخزر يكمل في الاكسيون من بعد طلع كهو هذيك تلعبت الكره في ساعه وكان هدف كيما قلت لك راهو من قبل البونتو هذا راهو برولونغاسيون ضيعنا زوز ولا ثلاثه بونتو راهو أنا البونتو بلغة كان يسخن وزايد شيء هذا بتاتر كيما كان جات كوب دافريك ولا كاس اسيا ما يصيرش الشيء هذا كهو توا اللي نخرجوا به هو التتويج هو تشريف بلادنا وتشريف جمعيتنا وشرفنا جمهورنا هذاك هو الشيء اللي نخرجوا به. نعتبروا نقطة ضعف البطولة هذه هي التحكيم. والله هما سمعتهم هما غاديك هذاك هذا معناتها الشيء اللي تحكيه هو انه نقطة ضعف البطولة هي التحكيم. الحكام راهم كيما جوار يغلط في بلاسمون في كونترول في كيما الحكم يغلط معناها. ما نحطوش كل شيء على التحكيم. انا جلوبالمون تعديت دوره باهيه منظمه كما يلزم وان شاء الله العام الجاي الحاجات الخايبه اللي شفناهم في الدوره هذه يتحسنوا العام الجاي ان شاء الله. من المنتظر الموسم القادم باش كنا في المغرب معناها فما تقريبا مع شبه الاتفاق كانوا باش كنا في المغرب ماهر باش نوريك التصويره هذايا باش نوريك الفيديو هذايا شوف بالكدا وقول لي ايش قولك معناتها في اللقطه هذايا نتاع المخالفه اللي في المرمى الثاني معناتها على الجهه اليمين في ملعب الاسكندريه. اما كريم كان نجموا نشاهدوا الصوره هذيا ما نعرفش اذا كان جاهزه ولا لا. به هاي ايش قولك في التصوير كفرو هذيا سعد بقير هذا خير من تاع سعد بقير ايش قولك في الكفرو؟ نجموا نعاودوا نرجعوا نشوفوا كريم ونعيمه نجموا نعاودوا نشاهدوا الصوره هذيا ايش قولك مهر في الولايات اللي شاد ظهر تبارك الله عليه سعد بن نور سعد بن نور تحيه لرياض بن نور اللي كان يكون بحدنا ويكون حاضر هذاك ولد رياض بن نور واللي هو احمد بن نور وجهه مبروك علينا احمد دائما في البطوله كان حاضر ايضا في الهدية تقريبا من البدايه خلاص الدمي فينا دونك اكر لا يزي رياض لا يزي ولده معناها شو محضرينكم قولك ماهر ما حكيتليش عليه انا قلت لك تبارك الله عليه وتقريبا معناتها باللي صار في نفس الزاويه في معناتها في المرمى المقابل هما يظل يا شاب من كره سعد. سعد كان يغزر له يظل سعد كان يطالب عليه. دونك كما قلت لكم ليزي رياض قاعد يحضر لكم في ليزي رياض امور اداريه ودنيا وكل ومعناها وعلاقات وكاف هذيك الاسبيرونس راهي في تمشي في الدم معناها واجيال تعديها لاجيال و ولا هذيك الحاجه اللي تعيش
الترجي. به اكيد بالنسبه للترجي كما كنا نحكيه وراها رجال معناتها وراها الناس سهر على الترجي هذا التونسي وعلى هرم راس الهرم هذايا وراس واللي يسير معناها واللي يخطط في مشاريع على الترجي هذا التونسي هذول اللي ما يختلفوش اثنين كانوا سي حمدي المدب اللي موفر معناها الظروف الكل حتى ينجح الترجي حتى يكون الترجي على السكه الصحيحه باش نشاهدوا سي حمدي في خطه اخرى نشاهدوا السؤال هذايا ثم خوتي شوت مرج يا اخي شوت مرجيت شو اللي قالك شوت مرج سي حمد بعد ما تشكر خوتي بس مرج اليوم مش مرج ان شاء الله يا اخي مرجيت ايش هذا الهدف هذا نهديه المعز وكل معز يخلصك كل هو يخلصك prolongation je t'amène gadi c'est bien ça je نهدي الهدف هذا سي حمد الكبار دونك كانت هذه هي اجواء الترجي واجواء معناتها العلاقات اللي معناتها العلاقه اللي نجم نقولوا يظل هذا سر نجاح الترجي معناها والله صحيح معناها كما قلت سي حمدي راه مش مخسر معنا مش بالسهل باش واحد يقعد معناها جمعتين بعيد على دارهم على خدمته كان وحاجة من الحاجات اللي نحن معناتها تزيد تحفزنا هي تشوف رئيس جمعيتك هو رئيس جمعيتنا من نحن معناتها نحسبوه كابونا معناها وهو معناتها حتى كيف في تصرفاته يقول ولادي معناها وهذه حاجة من الحاجات اللي تخلينا نحن ننجحوا واللي تخلي الترجي تنجح في المعاملة تاع رئيس النادي لينا نحن وأقل حاجة نحن نجمو نعملوها اللي نفرحوا معنا بالتتويج هذا اللي كما قلت لك هو ضحى برشا من وقته وتعب معنا إن شاء الله توا نتيو الصفحة هذه وكما قلت لك عندنا ديزيرسيون آخرين يستناو فينا إن شاء الله يكونوا حاضرين كما يلزم إن شاء الله. غايلان مش بسهل باش تلقى الأمبيونس هذايا بين رئيس جمعية أما يظل وقت الجد جد وقت الفضل كفضلك معناها. أكيد وسيرتو فما حاجة يمكن ما يعرفوهاش العباد اللي سي حمدي راهو لعب كورة قبل لعب في الإسبيرونس معناها في اللي جون تاع الإسبيرونس. شوت مليح باللي صار. والله انا تفرست فيه راهو يكور مع معناها ما بعدنا احنا يكوروا هما تفرست فيه راهو كورزي دايم لاعب يم لاعب معناها قصار مسمم قصار مسمم عنده عادي يا تو بلا صدر انطردوا صدر ايه معناها رئيس النادي نتاعنا ماهوش مقصر عامل اللي عليه موفر لنا كل شيء تصور كيف ما قال لك خليل صعيب باش تلقى رئيس نادي كي ديبلاسي مع جمعيته شفناه حتى في الافريق راهو جنوب افريقيا اثيوبيا اي بريسك بلاد نمشيو لها سي حمدي يمشي معانا هذا الكل معناها وزيد موفر لنا كل شيء نتصور الاسبيرونس من جمعيات القلال اللي يمشيو في فول سبيسيال وين يحبوا شفنا معناها كيف ما قال لك زيد خليل يخلي معناها عائلته يخلي نقولوا نحن سيف و يخليهم ويمشي مع الاسبيرونس برشا يقولوا سي حمدي مدلل اولاده برشا مدلل اكيد معناها البو يدلل الاولاد اكيد سي حمدي كيف ما قلت لك موفر لنا كل شيء وقايم بالاكثر اكثر من اللي يقوموا به رؤساء النوادي معناها شفتوا في التصوير هذايا معناها يتصرف سبونتاني ما حسبنا اولاده ماهوش معناها رئيس جمعيه
هذا الكل معناها يخلي الجروب الكل هوموجين، يخلي فما كوهيزيون في ليكيب وسوليداريتي، وان شاء الله معناها يقعد الجروب تاعنا هكا ان شاء الله. معاذ باش يخلص سعد بكير ديجا في البريم. ماهر الامبيونس اللي في وسط الترجي بصراحه، هما شفنا سي حمدي المدب ورياض بن نور ووليد العارم اللي كانوا قراب برشا معناتها في التربص هذايا. والله ياك شفت هما يعني من الاسباب اللي خلتنا نحن نرتاحوا مونتالمون، كي يجي يعني رئيس جمعيه ومسؤولين يعني يساندونا في الستاج هذايا. الكلنا يظل يقوم انا يعني بخدمه باهيه، العباد الكل يعني شاركت، مش لازمنا نهزوا التيتر هذايا. باهي اكيد مازلنا باش نحكيو، مازلنا باش نحكيو باش نعديو برشا تصاور خاصه من اللي صار في الطياره. فما واحد ايضا خرج الهبله نتاعو في وسط الطياره. يظهر لي كيف نحكي على الهبله وكيف نحكي على الفوضى، الناس الكل باش تخمم في معز بن شريفي. نشوفوا معز شنو عمل قبل الطياره وبعد في وسط الطياره، معز والديفولمون نتاعو، معز شو كما اخترت زميلتنا نعيم السيسي. Panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. لا لا على سعد بكير، لا لا سعد بكير اليوم خويا في الريستورون، ومن بعد كان حبك تجي تسوي في البيت نقعدوا راسك خاطر قبل الماتش خويا قلنا له اسمك اليوم بونتو عندك ثلاث سنين وما كاينش كفر يا اخي اليوم خويا حتى في 90 كان جاو عندنا اربع ولا خمسه جوج اخرين كي يابلو باكي انا كوب دو مود ولا شامبيونز ليغ جاني سيس قداش عندك تو في الاسبيرونس؟ عندي عام خويا. عام حسبهم صحاح؟ اي عام برسك. قداش هزيت من تيتا؟ عام وشهر. قداش هزيت من تيتا؟ ثلاثة ترويات خويا. اش هزيت؟ هزيت ثلاثة خويا بارك الله. ان شاء الله مازال الخير. كوب عراب وشوبيناو وكوب. شنو خسيتك تو؟ شامبيونز ليغ ان شاء الله. باش توعد جمهور الاسبيرونس. ان شاء الله بقطاب يعدوهم يجيب لهم شامبيونز ليغ السنة. واضح خويا. باهي خويا. باهي على روحك معاك. احلى جوار. احلى مدرب. احنا جور واحنا مدرب الزوز مع بعضهم العب هاي في الملعب حتى الواعي لابس في الماتش في بالك ماشي تغير كنت نقول ولا زاد تعرفوا ايش تعمل لازم نتاع كل شيء تاع كل شيء والله غير تيزينا قهوه بابا انت كيفاش عامل لك برنامج على التاريخ على التاريخ على التاريخ علاش لعبت هذيك؟ جاني خليل قال لي رد بالك ترشق لك عرق الوليد عمره عام وشوية مسكينة أمه التو مازال ما يقولش ماما يا علي أبار بابا تا يعيط كنتا تا اعترش تراجي نشوف الثنية نتاعك شيخها صحيحة عندك طموحات أخرين؟ طموحات أكيد في الإسبيرونس أكثر حاجة سي الإسبيرونس إن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله السنة الشامبيونز ليغ وأكيد إن شاء الله فما طموحات أكثر في الإسبيرونس إن شاء الله فيما أهم إن شاء الله تعبنا ما على جايكم ما فماش حتى مشكلة إحنا في خدمة الكيب والحمد لله كملنا الدورة هذه بالكوب ومن غير إصابات أهم حاجة. منيك لابستاج؟ كل شيء لباس الحمد لله. كل شيء واضح؟ كل شيء لباس، كل شيء لباس. كل شيء حاضر؟ كل شيء لباس الحمد لله. خويا كلمة عطيتك هذايا خويا. يا ربي لك الحمد نحمدوه اللي ربي معناتها أعطانا حقنا، حقنا أعطانا حقنا. نستاهلوه ونستحقوه على الجدارة الجنود الخفيه عم مراد هذا عم مراد لاتاش التونيات الدنيا الكل موجود خويا كلمه انتم ولادنا احنا ربي فيكم باش عبد التتويج هذا فهمتي ونبداو فرحانين التعب كله هذاك يمشي السيد هذا خويا بلاستو في البزنس جانا جاي قاني موجود خلي اقعد على روحك وشكون يحب شكون تحب نادي الفريق شفت الكورة توفى ولا عادي معناها نحن كانت عندنا ميسيون واحدة أنا كنت جورناليست نمثل في تونس كنت ضيف الاتحاد العربي وسبيرونس كان ضيف زاد الاتحاد العربي وكان يمثل في تونس يعني لوبجيكتيف كان واحد تونسي وتونسي أكيد معناها بايلان عنده كارتون وحسينا انه الاربيتر بدا يحب معناها كيفاش نقولوها يحب يرقع بلوتو 2-0 كذا خاطر لا بروفوكي غيلان فما اكسيون جوست من بعد ما هو عنده صفره ولا بروفوكي غيلان دونك قلنا معناها يخرج اون ايفيت معناها الكارتون روج انا افكتيف بيه
صحيح مي او نيفو الكونتيتي كاليتي مي سور لو بلان كوليكتيف يلزمنا عندنا خدمه اللي يلزم نركزوا عليها اكثر عندنا الوقت ان شاء الله سورتو عندنا ترو ماتش في الشامبيونات تعرف الاوبجيكتيف الاولاني هو الشامبيونز ليغ ماتش الاهلي توا مازالوا معناها شهر وجمعه عندنا الوقت ان شاء الله باش نحضروا وان شاء الله خير ان شاء الله الو ذبحت السياره مبروك تتواصل مسابقاتنا مصداقيتنا ورهاننا سياره فخمه من اهداء قناه حنبع للربح باش تكون واحد من الفايزين بالسياره ابعث اس ام اس اكتب فيه هشقه على الرقم 85890 مع قناة حنبعل المفاجآت ما تفاش اهلا وسهلا مرحبا بكم دائما من جديد تقريبا مازالوا عندنا 10 دقائق باش ننهيو فيهم على الابطال العرب لاعبي الترجي هذه التونسي خاصه وين البارح كان وصول لاعبي الترجي الى مطار تونس قرطاج لكن اكيد باش نرجعوا نحكيوا على هذه الصور تقريبا حكينا على الناس الكل واحد بركه اللي هو الكاب برشا سموه اللي اسم كبير برشا ساعة قبل ما ننسى تحيه للزميلة منير مسلم وقت اللي الاولاد الروج وجماعه جبتوا على الطريق غير تفرشوا على الطريق نعرفوا اما تبارك الله عليه معز جابها بالضبط سنتر الناس الكل والروج ما فلتوش باهي كما قلت تحيه لزميلنا منير مسلم دوك بالنسبه للطريق اللي راهو حتى لاعبي الكره يتفرجوا فيها برشا خاصه البلاي فما برشا بلايص الاولاد برشا مغرومين بالمسجد ومنير يمشي ديما للاماكن هذوك دوك نرجع قلت حكينا عن الناس الكل تقريبا واحد برك اللي هو سي فوزي البنزرتي يظهر لي خليل خليك التعبير ساعه بلا بدون تعليق انا لازمك تشوف سي فوزي من بعد الماتش بريول مقطع عباره العب تقول يلعب معنا معنا والعباد الكل تصور في تونس يعرفوا اللي سي فوزي اونترينور معنا جدي برشا و في لونترينمون وفي التيران معنا عبد يعطي ما عنده في لونترينمون يعيط عليك مي يوفى الماتش معنا يتنحى كل شيء ويوفى كل شيء نحن تعلمنا منه برشا وانا بيرسونيلمون اللي راناني قبل وهزيت معاه الكوباراب الاخرى 2009 عاود رجع هو وعاود هزيت التيت هذا انا الحق نتاع ربي معناها ما رجعني الاثنين السكه كان هو ما رجعني النيفو نتاعي معناها اللي انا فيه توا كان هو وبيرسونيلمون نشكره برشا وبرشا زاده من الاولاد الأخصائي بتاتر نتاعو هو اللي فما ليميت عندك تبدا في بدنك في مخك اللي هو يفوتها لك معناها تفوتها معاه هو وهذه حاجة من الحاجات اللي يمتاز بها ما ننساوش اللي معاه معناها دوز أدجوان اللي معين اللي لعبوا في الإسبيرونس قبل وما ليهمش برشا من اللي بطلوا لعبت معاهم الزوز خليل لعبت معاهم الزوز شفت الكرة سي فوزي والله سي فوزي شو نقول لك يعني كيف لقيته في التمارين كيف قبل يحكيوا على سي فوزي صعيب هذاك اللي لقيته في في التيران صحيح كما قال لك خليل يعني ديما جدي يحاول يصلحك يعني لو ماكسيموم يزيدك حاجات جدد انت ما تعرفهمش ويفرقك يعني لازم اونترونور يعني يكون يعني بلغتنا نحن حار يعني باش الجوارات تبدا فايقه و الحمد لله يعني مازال باش نتعلموا منه برشا حاجات وان شاء الله يحطنا في الطريق الصحيح. غايلين حاجه ما تنساهاش صارت بيكو بسي فوزي. سي بريمو معناها شفنا البروغريسيون الكبيره نتاع غايلين الشعلي اللي صارت مع سي فوزي. شفنا معناها كل انترونور زاد في غايلين حاجه نرجعوا معناها بشكر
سي فخري سي خالد بن يحيى سي طارق ثابت من طلوع غيلان من طلوع غيلان معناها نشوفوا فما بروغريسيون كبيره قاعده تصير للي جاي سي فوزي معناها غيلان شعلي اللي توا عمل بروغريسيون باهيه قاعد يتحسن بشويه بشويه شفنا ذا الكل يرجع نقولوا نحن النصائح نتاع سي فوزي ديما عنده كلمه يقولها لازمتكم تتعلموا يقول انا بدي مازلت نتعلم في الكوره معناها ما فماش لا علم صحيح لا توفه معناها المعرفه نتاع الكوره قاعدين بشويه بشويه شفنا كان كل واحد يتحسن شويه نشوفوا ليسبيرونس اوتوماتيكمون باش تتحسن هذاك اللي توا زايدنا سي فوزي سورتو معناها في ستيل جو اللي قاعدين نلعبوا به ماشي معانا قاعدين معناها جوارات الكل تبارك الله قاعدين نعملوا في روندمون باهي. جوارات الكل قاعدين يعملوا في روندمون باهي واكيد الاداء الممتاز يخلي الترجي يفوز بلقب الثالث في بالنسبه للترجي في تاريخ البطوله العربيه. والتتويجات تجيب الجماهير وجماهير الترجي اللي كانت البارح حاضره باعداد غفيره وغفيره جدا في مطار تونس كرتاج وين كان خليل وكانت الكاس نشاهدوا هذه الصور. كانت هذه أجواء جماهير الترجي هذه التونسي البارح في مطار تونس كرتاج أجواء جماهير كبيرة برشا وذول ما فماش مخير من هكا والله عز معناها حاجة كي تشوف العباد فرحانة معناها تدخلك الفرحة في الجماهير نتاع الترجي الحق والله أغلى من كل شيء معناها وأنا بيرسونيلمون ولا غيلان ولاد ليسبيرونس معناها قبل كنا برمي الجمهور اللي يمشي للاستاد ويشجع وكل شيء الحمد لله التوازن هزك الحليق معاه قبل الاستاد الاخر هزك الحليق قال جاي باش يهز الكوب خالد الحليق مشجع مروح به خليل الكابيتان كوب ماشي لدرسي حمدي خالد تقول لي تتويس بالنسبه للجمهور الترجي جا وحده راه بالنسبه للجمهور الترجي جا في وقته خاصه قبل ربيعه الابطال والله بالمناسبه نشكرك ساعه هيثم على الاستضافه هذيا ما استضفنيش انت شايف تهز الكوب على الاستضافه نتاع الكوب ونتاع الملاعبيه نتاع الترجي اما ان شاء الله المره الجايه تكون جمهور الترجي بعد غفيره هوني في البلاطو باش في مستوى الحدث كما قلت لك يعني نحب نشكر جمهور الترجي على التضحيات انا عشت من الدومي فينال ما مشيتش من الاول فريمون يعني الناس تقعد جمعتين وعشرين يوم في مصر تضحيات كبيره يعني ولاد صغار وكل شيء نحبوا نشكرهم بالمناسبه نشكر رئيس الجمعيه زاد كيف كيف ملاعبيه وهذيك هي قوه الترجي يعني الناس كلها سوليدار مع بعضها وان شاء الله اللي جاي خير
وان شاء الله هذه بدايه الموسم لازم يوعدوك بالتشامبيونز ليغ ان شاء الله يا ربي ان شاء الله باش يفرحوا ونهدوه بربي الجمهور الترجي من بنزرت البنقردير وان شاء الله هذه البدايه ومازال مازال وان شاء الله المره الجايه في البلاتو يبدا عبد الغفير جمهور الترجي هيثم ان شاء الله يكون الترجي من تحيه الجمهور الترجي في كل بلاصه به غيلان يظهر لي بعد البطوله العربيه البطوله تبدا الاسبوع القادم في مدنين بعد فما ربيط الابطال مباراه مهمه ضد الاهلي المصري حليق استنى باش نزلكوه في عقل به مازلت ربيط الابطال يظهر لي اللي هو الهدف الاساسي صحيح معناها نعرفوا ليسبيرونس تعيش بالتشامبيونز ليغ هذاك الاوبجيكتيف الاول نتاعها توا عشنا المسابقه هذيا نتاع الشامبيونات العرب نتصور لازم نتويوها الصفحه هذيا لازم توا نرجعوا للشامبيونات نتاعنا نرجعوا معناها الكونسنتراسيون للخدمه نتاعنا عندنا توا ثلاثه ماتشوات معناها سكسيسيف في الشامبيونات نتصور لازمنا نعملوا بهم نقولوا نحن بريباراسيون للماتش نتاع تشامبيونز ليغ سورتو الماتش ماهوش بيكون ساهل نعرفوا الاهلي كي تعدى من البوليت نقولوا نحن تتحاول نشوفوا اهلي اخرى لازم نحضروا لها مليح لازم نعملوا بريباراسيون باهي للماتش هذاك ان شاء الله. باهي. هرسنو. ربيط الابطال اللي معناها هدف خاصة بالنسبة للجماهير الترجي ويظن لي ملي جيت الناس الكل تحكي تشامبيونز ليغ تشامبيونز ليغ معناها إن شاء الله بالطبيعة هذيك باش تكون يعني أهم حاجة يعني في الموسم القادم إن شاء الله نكونوا يعني حاضرين بالكدا باش نجموا نهزوا إن شاء الله تشامبيونز ليغ ونفرحوا يعني العباد خليل قائد الفريق كلمة الختام ساعة إن شاء الله نكونوا موافقين في التغطية هذايا برغم الوقت وبرغم الظروف اللي كانت حاولنا وسعينا كانوا القناة الوحيدة اللي تكون حاضرة وتكون ورا الترجي هذا والله مشكورة قناة حنا بعال وإن شاء الله معنا نكونوا ديما منورين تونس والترجي إن شاء الله نعدوكم بقدرة ربي بربيط الأبطال اللي كما لعبت كل تعرف هي الأوبجيكتيف الأولاني هزينا التيتر توا نتيو الصفحة كما قلت عنا بطولة السنة فينا عنا دي شانس أخرين يستناو فينا ناخذوا الباهي الكل من الدورة هذيا نصالحوا الأغلاط اللي عملناهم باش نزيدوا نتحسنوا راهي الكرة لازمها برشا خدمة واللي يخدم يلقى كهو من بعد غدوة إن شاء الله نرجعوا للتمارين وهذيك الاسبيرونس هكا والحبال العجر راه تيتر ورا تيتر ورا كومبيتيسيون ديما لازمنا نكونوا في التوب نيفو نتاعنا وخذ ربي نوعدوا جمهور الترجي ان شاء الله ديما مفرحينهم ان شاء الله. شكرا ليك شكون عنده كلمه ختام مازال حاجه باش يكمل ولا سي بون اموركم واضحه. غيلان. انا نرجع معناها بالشكر للناس الكل اللي وقفت في خاطر البطوله العربيه هذيا. نشكر جمهور الترجي سواء اللي تحول لمصر ولا اللي في تونس نعرفوا نحن اللي جمهور الاسبيرونس في البلايص الكل نتصور معناها اقوى بيبليك في تونس ان شاء الله في القادم نعدوهم بديتيتر اخرين ان شاء الله عندنا تو شامبيونا وتشامبيونز ليغ ان شاء الله نحاولوا معناها جوارات الكل ستاف الكل معناها نسعى للتشامبيونز ليغ هذايا باش نهديوها للجمهور نتاعنا ان شاء الله. مشكور غيلان، مشكور خليل، مشكور ماهر، يعطيكم الصحة على تلبية الدعوة، المرة الجاية لازم الحضور يكون في الانضباط معناها في الوقت. فهمنا؟ دونك مشكورين على تلبية الدعوة ومرافو مرة أخرى ومبروك مرة أخرى للترجي، مبروك للترجي الرياضي التونسي، لجماهير الترجي، للاعبي الترجي ولمدرب الترجي الرياضي وأيضا لرئيس الترجي الرياضي التونسي السيد حمد المد بهذا التتويج. عفوا هناك نوصل لنهاية حصتنا اليوم، إن شاء الله نكونوا موافقين في هذه التغطية بالنسبة لمشاركة الترجي الرياضي التونسي في البطولة العربية ومبروك مرة أخرى للترجي، كما قلت هكا نوصل لهذه التغطية، إن شاء الله نكونوا موافقين بالرغم الظروف، بالرغم خاصة حقوق اللابث وهات إلى ذلك وخاصة التنقل ونعرفوا جيدا الظروف اللي تمر بها معناها السوق الإشهارية خاصة في الفترة الصيفية إلا إدارة قناة حنا بعض ساعات وكانوا نكونوا حاضرين ونكونوا في تغطية خاصة أورا الترجي هذا التونسي والحمد لله الترجي لم يخيب الأمال وكان اللقب حاضر في استوديو قناة حنا بعض أكيد فريق كامل كان أمن هذه التغطية خاصة منذ دور النصف النهائي عاطف العرفاوي في
في المونتاج والتركيب، ايضا عواطف الطياري كانت امنت كل الاكساء واللابياج، ايضا زميلتنا نعيمه ساسي في الاعداد، ايمن اللمباوي في كل التقارير. مع كامل تحياتنا خاصه لمخرج هذه الحصه كريمه النوالي، تصبح على خير الناس كل.